اول حاجه ايه اللي بيمر بيه الدلو في المرحله دي؟ اول حاجه هو دلوقتي حالا بيمر بوضع اساس لمرحله جديده او لحاجه جديده بيبتديها. ممكن يكون الدلو بيبتدي عمل جديد، اوكي، او بيبتدي مثلا مشروع جديد او عمل جديد، او هو في نفس مكانه بس في قاعده قاعدها اهو مع ناس، ممكن دول يكونوا شركائه في الشغل او زمايله او مديرينه، لوضع خطه واساس للمرحله اللي جايه. كويس، ان شاء الله هيبقى ميتنج او اجتماع مثمر باذن الله. بس المطلوب من الدلو انه يسمع كويس للتيم بتاعه، يسمع كويس لزملائه او شركائه في الشغل، وما ينفردش وينشف دماغه في حاجه معينه. نسمع بعض، ده عمل جماعي. لو الدلو هو صاحب العمل ده برضه نفس الحكايه، يعامل الناس اللي شغالين معاه على ان هم شركائه مش ناس بتشتغل عنده، تمام؟ عشان نوصل في النهايه لوضع اساس محترم كده للمرحله الجديده اللي داخل عليها برج الدلو. كويس؟ طيب ايه الحاجات اللي نفسه فيها برج الدلو؟ يعني هو ده تقريبا، ده كارتك يا برج الدلو. عارفين حاجه ماشيه بسرعه، مش بسرعه، فيها يعني مردود كتير، هو عايز مردود كتير. وكمان ممكن يكون الدلو هو اللي عايز يدي، عنده كميه طاقه حب وطاقه عطاء كتير ونفسه ان هو يطلعها. طب ما تطلعها، حب الناس اللي حواليك، اديهم اهتمام، ركز معاهم، اديهم حب. دي طاقة أنا شايفاها، دي حاجة نفسه يعملها الدلو، عنده طاقة اهتمام وحب، ويعني طاقة كبيرة جدا نفسه ان هو يخرجها. ايه كمان ممكن يكون الكارت ده بيوحي؟ ان برج الدلو محتاج لشويه ايجابيه في حياته، محتاج شويه طاقه ايجابيه. ده كارت النجم، وده بيوحي بطاقه، مش بس طاقه عطاء، لا كمان طاقه ايجابيه، نجم، حاجه منوره، طاقه. يمكن تكون طاقته دلوقتي، علشان كده الكارت ده جاي في الحته دي، ان هو نفسه في طاقه كويسه، ان هو مفتقد للحته دي، مفتقد ان طاقته تكون متجدده. جدد من طاقتك يا برج الدلو، في حاجات كتير جدا ممكن تعملها تجدد من طاقتك. الرياضه، تلعب رياضه، تحفز نفسك، ادي نفسك دايما امل ان اكيد ان شاء الله بكره هيكون احسن، هتلاقي طاقتك ان شاء الله اتجددت والدنيا عندك بقت تمام. ايه التحديات اللي عند برج الدلو؟ اهي ده كارت بيوحيه بالثقه بالنفس قوي، واثق من نفسه قوي. في حته البادي لانجوج بتاعت الكارت اللي هو ايه، انا جامد قوي، انا اعمل اي حاجه، انا افوت في اي حاجه. دي التحديات اللي عندك. لعل وعسى ده انذار يا برج الدلو انه زياده الثقه في النفس ممكن يكون ليه يعني مردود عكسي، يعني كل حاجة بمقدار معقول حلوة جدا. دي التحديات اللي قدامك، ويمكن يكون معنى الكارت التحديات ان انت مش عارف تبتدي البداية الجديدة دي. ده واحد مقبل على حاجة جديدة ومستعد لها ومتحمس ليها جدا جدا، يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطة دي، في عكوسات، في حاجة واقفة في طريقه انه مش عارف يوصل لحتة البداية الجديدة دي. اصبر ان شاء الله كل حاجة هتكون كويسة. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الدلو توصل للنقطه دي؟ للاسف الماده، الفلوس اللي هيساعدك انك تستثمر في من فلوس، يعني فلوس حقيقيه، ان انت توصل للحته دي. ايا كانت المشكله اللي بيمر بيها الدلو، انا شايفه الطاقه، المسج اللي جايه لي، الحل او الوسائل المساعده اللي ممكن تساعدك توصل للنتيجه اللي انت عايزها، فلوس. اما انه بتدفع مثلا في استثمار، بتحط فيه فلوس عشان تحل مشكله معينه محتاج تدفع فيها فلوس، ده الحل. helpful matters، الدراهم، ده اللي هيساعدك تخرج او انك انت توصل للحته اللي انت عايز توصل لها. اوكي، ايه النتائج المتوقعه اللي تحصل بالنسبه للشهر ده؟ هيوصل لايه الدلو؟ البدايه الجديده جايه اهي، خلاص اهي. ايس، الايس زي ما اتعودنا في اللايفات اللي قبل كده دايما بيوحي ببدايه جديده وانتصار. لو عندك مشاكل او عكوسات دلوقتي يا برج الدلو، توقع ان شاء الله انتصار.
جواك زي ما قلنا طاقة عطاء كبيرة جدا جدا، أو أنت واخد بالك إن أنت محتاج تركز إن أنت تجدد طاقتك وطاقتك تكون أحسن، عارف أنت لازم تعمل إيه، ومقبل إنك أنت تبتدي بداية جديدة هتوصل إن شاء الله. بس الحاجة اللي أنا شايفاها إن أنت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة، فخليني أقول برج الدلو لو أنت معتمد على ناس تانية إن هي تحل لك المشكلة أو توصلك للنتيجة اللي أنت عايزها، لأ اعتمد على نفسك، ده معتمد على نفسه. كويس؟ طيب تعالوا نشوف بالنسبه لصحه الدلو، نطمن على صحتك اخبارها ايه. القراءه حلوه الحمد لله، ما فيهاش اي مشاكل، شايفاها ماشيه بشكل شكل شهر مهم عند برج الدلو، وان شاء الله هيعمل حاجه كويسه وهيوصل للنتيجه او البدايه اللي هو عايز يبتديها دي. اوكي، صحيا ما شاء الله كويس، لا حلو جدا، بس بيميل للجلوس يعني ما بيتحركش كتير. عايز تجدد طاقتك اتحرك، اوكي اتحرك، القعده دي مش كويسه. بس الصحه الحمد لله شايفاها كويسه جدا، بس ما انتخبت ليه. الحاله الماديه انا شايفه ان الدلو راضي، بيقول الحمد لله. يعني ده الصراحه الكارت ده انا يعني بحبه اكتر من كارت ان حد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحاله الماديه او اي حاجه. حاله الرضا دي ان هو قاعد بيقول الحمد لله، اشكرك يا رب، انا عندي كل اللي انا محتاجه. فالحمد لله الحاله الماديه كمان عند برج الدلو لوك جود. طيب تعالوا بقى نشوف الدلو عاطفيا اخباره ايه. وليد جاي ان شاء الله، هنقول الحمل باذن الله، بس ماشيين بالترتيب برج برج. القراءة العاطفية برج الدلو، تمام. مش بقول لكم، لا الدلو عنده كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بثمن، بس مش عارفة ليه ما بيوريهاش. يعني هو جواه حب وجواه طاقة اهتمام حلوة جدا، بس ما بيوريهاش. طيب الدلو حالته عاملة ازاي؟ هو ده فول بالنسبة للعلاقة، يعني القراءة العاطفية. هو عامل اهبل، عامل مش واخد باله، او خلينا نقول حاسس ان هو في العلاقة حاسس ان هو حر، مش حاسس بقيود، ودي حاجة مهمة جدا عند برج الدلو. انا شايف ان هو حاسس بمغامرة، حاسس ان هو مبسوط. هو معنى من الاتنين، اما ان هو عامل نفسه مش واخد باله، او ان هو مبسوط ومتحمس وحاسس ان هو بيعمل مغامره حلوه جدا مع شريكه، تمام. بالنسبه لشريك الدلو حالته عامله ازاي؟ لا انا شايفه ان الشريك كمان حاسس ان هو مبسوط، حاسس بوفره، يعني حاسس انه في انبوتس كتيره جدا بيحسها من ناحيه الدلو. حاسس ان هو يعني مدلعه ايا كان بقى شكله، بهدايا، باهتمام، بحب. شريك الدلو انا شايفاه في حته حلوه، يعني مبسوط وحاسس بحاله وفره، الدنيا تمام. الدلو عايز يعمل ايه او نفسه في ايه؟ انا شايفه ان هو حابب يقدم حاجه لشريكه، اما هديه، يقدم له عرض لو العلاقه دي لسه ما دخلتش في ارتباط رسمي، عايز يقدم عرض ارتباط، عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي. يمكن الدلو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي، فهو نفسه يوضحها بشكل احسن وبشكل مادي اكتر. طيب الشريك الدلو نفسه في ايه؟ مش عارفه، يعني الحته دي شكلها غريب قوي. يمكن شريك الدلو عايز يعمل عمليه اقف هنا، باوز، حاجه تقف. يمكن مبسوط قوي من الحاله اللي هو فيها دي، يعني عارف اللي هو وقفني هنا، انا مش عايز، يعني عايز افضل في الحته دي كتير. دي حاجه واقفه ما بتتحركش، زي ما بتقول عايز الزمن يقف في الحته دي، نفضل كده بالشكل ده. فده اللي نفسه فيه شريك الدلو. اوكي، الدلو شايف شريكه ازاي؟ هو شايفه ذات، بمعنى في تغيير كبير طرأ على الشريك.
اوكي، يمكن دي حاجه ما تخصش العلاقه، العلاقه نفسها على قد ما تخص الشريك نفسه. يمكن الشريك بيمر بتغيير جامد في حياته، او بيواجه شيء صعب شويه، ممكن يكون شويه قلقان، خايف من حاجه، يمكن حاله لو دي علاقه جديده الشريك حياته بتتغير شويه بسبب العلاقه دي، ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحله، تخش في مرحله تانيه، فهو قلقان شويه، فالدلو شايف شريكه داخل في مرحله تغيير جامده جدا وخايف شويه. اوكي تمام. الشريك الدلو شايفه ازاي؟ كينج اوف بنتكلز، حد عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش، والدلو فعلا عطاؤه كتير جدا جدا. شايفه ان هو يعني بقى عنده حكمه شويه، كمان الكاتب يوحي بان في حكمه، بقى بيشغل عقله شويه، بقى في شويه في رزانه في الموضوع، او يمكن هو اصلا كده، فهو شايفه شخصيه يعني عطاء جدا، وكمان شايفه ان هو شخصيه حكيمه وبيهتم وبيراعي الناس اللي حواليه. تمام، ايه الطاقه اللي ما بين الدلو وشريكه؟ سترينث. في حاجه اما الدلو بقى او شريكه حد منهم عايز يقولها للتاني، في حد عايز يقول لحد حاجه وعمال يختار كلامه كويس جدا بحيث انه هو يقول اكتر كلام دبلوماسي ممكن. تمام، يمكن الحاجه اللي بيمر بيها الدلو او شريك الدلو، عارف، بيحسسوا على بعض، بيحسسوا على بعض. بس اللي انا شايفاه انه الاثنين بيثقوا في بعض جدا، في عمليه ثقه جامده جدا، وفي عمليه انه زي ما قلنا ثقه، وانه الاثنين شخصيات قويه جدا وشخصيات قياديه جدا، لكن مع بعض بيتحولوا ل حاجه يعني very delicate very delicate. فالطاقة حلوة جدا، طاقة strength زي ما قلنا، حاجة من اتنين، اما ثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا جدا ومسلمين لبعض امور بعض، يعني فاهمين قصدي ايه، انه انا بثق في شريكي جدا وعارف ان هو هيديني نصيحة مظبوطة، او انه في حاجة شريك واحد منهم عايز يقولها للتاني بس بيختار كلامه كويس قوي قوي، او بيختار الوقت اللي يقوله فيه كويس قوي قوي. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ الشهر ده انا شايفه انه في عمليه انتقال لوقت هادي جدا، في حاله استقرار، زي ما احنا شايفين لو الفتره اللي فاتت كان فيها شويه تقلبات او حاجات مفاجاه بتحصل، الموضوع رايح لحته فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا، او خلينا نقول بنعدي البر امان. كان الفتره اللي فاتت فيها شويه مخاطره، والفتره اللي جايه هتكون ما فيهاش مخاطره، فيها خلاص امان وفيها استقرار كويس. ايه المتوقع يحصل الشهر الجاي؟ وخلينا نقول انه دي بقى دي توقعات فعلا، ودي الطريقه بتاعت الماب، فمش عايزاكم تركزوا قوي بالنسبه للشهر اللي جاي، دي طاقه ثانيه ممكن جدا تتغير كويس. في هنا خساره بتحصل، اما خساره ماديه او خساره حد، انه الدلو او شريكه بيفتقد حد، ومش لازم الفقدان ده ان هو يكون لا قدر الله موت، لا ما قلتش كده، ممكن تكون في حد بيمشي بيسافر مثلا، او بيحصل خلاف ما بينه وما بين حد وبيحصل فراق، بس الفراق ده بيزعل اما الدلو او شريكه، ففي حاله خساره او هم شويه في شهر 6. طيب شهر 7 القعده دي، اما انه الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي قاعده فيها تعارف، وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل ارتباط رسمي، وبالنسبه للناس اللي مرتبطه بالفعل فده برضو اجتماع عائلي، بيقعد الدلو وشريكه وافراد من الاسره في جو كويس جدا جدا، والدنيا الحمد لله ماشيه تمام قوي. طيب القراءه حلوه جدا للدلو، والدلو عنده عطاء كتير جدا وطاقة حب كبيرة جدا خرجها يا برج الدلو، هتبقى فرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايه شريكك حاسس ان هو يعني محظوظ ان هو يكون مع حد زيك. clean it up، محتاج تعمل عملية تنظيف يا برج الدلو. شفتوا ما قلت لكم موضوع تجديد الطاقة ده بالنسبة لكم مهم جدا، مش بس الطاقة كشكل بشكل روحاني يعني او منتلي، لا ممكن يكون تنظيف فيزيكلي يعني بشكل اسمها ايه
يعني واقعي انه تنظف حواليك. الكراكيب اللي ملهاش لازمة ترميها، ده هينظف لك الطاقة كويس جدا. وكمان ما تسيبش clean it up، نظف كويس، نظف بذمة، تمام؟ يعني ما تسيبش حاجة لازم ترجع تعملها تاني، نظف، تمام؟ لو انت شغال على حاجة دلوقتي ما تقولش هعملها دلوقتي بالشكل ده اي حاجة وابقى اظبطها تاني بعدين، لا، نظف، عملية تنظيف، تمام؟ التنظيف زي ما قلنا، اما تنظيف عملي، بيتك، مكتبك، عربيتك، الحاجات دي كلها، الموضوع ده هيجدد طاقتك جدا جدا. تنظيف داخلي لروحك، انك انت تتامل في نفسك وتقرب من نفسك وتبتدي تظبط كده الطاقه بتاعتك، انه تستقبل حاجات كويسه. انا شخص كويس وهتجيلي حاجات كويسه وهوصل اللي انا عايزه، كل الحاجات دي هتجيب لك في الاخر ان شاء الله حاجات كويسه جدا. الصلاه طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقه، ودي ما فيهاش كلام، ما فيهاش فصال، هتلاقي وشك نور يعني، مش اكتر من كده. وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي، التنظيف انك تبني مظبوط، ما تبنيش حاجه وارجع اظبطها تاني بعدين، لا، ابتدي على نظافه. سلمني نظيف اسلمك نظيف.